لم يبقى للتاريخ إلا أنت، هم سقطوا وأنت بقيت في الساحات حاضر، فروا وأنت بقيت مغروساً بأرضك لم تغادر. إبراهيم الحمدي الذي أحب اليمنيين وأحبه. أهلا بكم. كان إبراهيم الحمدي رئيس اليمنيين، الرجل الذي أحب اليمنيين وأحبه، فرثوه بكثير من الحزن والجلال. كيف لا وهم اليوم يعيشون غربة المنفى وقهر الإخوة الأعداء؟ هل كان يعلم قاتلوه أن الرصاصات التي أودعت جسده قضت على حلم اليمنيين حتى اللحظة بوطن آمن ومستقر؟ 41 عاماً منذ استشهاده، ولا يزال إبراهيم الحمدي حاضراً كأنه شهيد الأمس. لم يمل اليمنيون من رثائه، فهم يرثون حلم الدولة المسلوب وأهداف الثورة المغيبة. رغم الجهود المبذولة لمحو الحمدي من أذهان الناس وذاكرتهم، إلا أنه كان قد شق طريقه إلى أفئدة اليمنيين. اليوم يحوم غبار الانكسار على اليمنيين بعد خسارة دولتهم وتهاون قيادتهم الشرعية. انكسر البلد وغنى في أشد لحظات انكساره عن الحمدي: وإني بأعين الحمدي رأيت ملامح الفردوس، كدت أرى تجلي الله عن كثبي. أيها الإخوة المواطنون الأحرار، إن هذا العصر هو عصر الحضارة والتقدم والازدهار. إبراهيم الحمدي حلم الدولة وكرامة اليمنيين، ما أبعد اليوم عن البارحة. لحظة فارقة، اللحظة التي أنجبت الحمدي الرئيس الذي أحب اليمنيين وأحبوه. تلك المرحلة التي أعقبت حربا ضروسا بين الجمهورية والملكيين، وتعاظم خلالها الصراع الإقليمي. جاء عهد الحمدي بمثابة تصالح مع تطلعات اليمني في مرحلة النضوج لثورة 26 من سبتمبر. كان الحمدي القائد الشاب، رجلا عسكريا يحمل عنفوان الثورة، ثورته التصحيحية التي ولدت من رحم الجيش. كانت المرحلة هي مرحلة الجيل الشاب لثورة 26 من سبتمبر، الذي كان يحاول رفض موت الروح الثورية، فخاض بهم معركة الإصلاح المالي والإداري الذي قدمه وأشرف عليه رغم كل العقبات التي اعترضت طريقه. حظي الرجل بمباركة شعبية. كان الحمدي الرئيس الوحيد الذي أحب اليمن أكثر مما حكمها كما قيل عنه. في الذكرى 41 لرحيله، يتذكر اليمنيون زيارته الأولى للرياض. ذهب الرجل متحرراً من كل الرموز والقيادات التقليدية التي طالمت أحنت هامتها للمملكة وأثقلت الدولة وسلبتها سيادتها. خرج حينها المغتربون اليمنيون مهللين برئيسهم. تعامل الحمدي مع المغتربين باعتبارهم سفراء بلدهم، وعقد المؤتمر الأول للمغتربين في مارس 1976. ترى ما الذي سيجول بخاطره لو شاهد المغترب اليمني اليوم وحال اليمنيين في المنفى والشتات؟ هو الوطني الذي هتف بقاتليه: خذوا السلطة وأكملوا ما بدأناه، الشعب أمانة في أعناقكم. قتل الحمدي في مؤامرة إسقاط الدولة اليمنية ومحاولة دفن حلم اليمنيين الذي لا يزالون حتى اللحظة يخوضون معركتهم لاستعادته. 41 عاماً لم يجد اليمن خلالها قائداً يحب اليمن ويحبه كالحمدي. الرئيس الحمدي الذي لا يزال حاضراً في وجدان اليمنيين وذاكرتهم، فيما يغيب المتهم بقتله خلف ركام التاريخ وسخط اليمنيين. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الصحفي ماهر أبو المجد، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ماهر. أهلا، مساء النور. أهلا بك. لو تحدثنا بداية أستاذ ماهر عن ما الذي مثله رحيل إبراهيم الحمدي بالنسبة لليمنيين. دعيني أكون صادق معك من البداية، ربما أنا من أكثر الأشخاص الذين يتلبكوا إذا ما كان الحديث عن شخص ومشروع بحكم الحمدي رحمة الله عليه. هذا الرجل الذي يأبى إلى أن يتوهج وأن يكون حضوره أكثر لمعانا بعد مضي تقريبا 41 عاما على رحيله. بتأكيد يعني الحديث عن الحمدي هو حديث فيه خليط عجيب من الحسرة ومن الندم ومن الأمل أيضا. يعني فبالتالي
أنا دوما ما يعتصرنا سؤال، كيف فرط اليمنيون بتجربة فريدة وبفلتة تاريخية وبرجل بحكم الحمدي؟ رحيل الحمدي مثل أولا انتكاسة لأهداف ثورة سبتمبر التي لم تتحقق ولم ترى النور إلا في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي في السبعينيات، التي ظلت مغيبة من 62 حتى 74 عندما جاء الرئيس وتولى المقاليد السلطة. مثل انكسار للآمال العريضة والجياشة التي بدأت في عهد إبراهيم الحمدي. مثل تعطيل للمشروعات والنهضوية التي دشنها الحمدي. مثل إيقاف تام لعجلة التقدم في اليمن. يعني رحيل الحمدي مثل يعني نقطة سوداء في تاريخ اليمن وفي تاريخ الأمة. هذا البكاء وهذا العويل الذي يتجدد مع مرور السنوات، ما هو دليل إلا عن شغف الناس بالحمدي، ليس الحمدي كرجل أو كرئيس بل كمشروع ربما كان يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم للغد المشرق. الحمدي الذي بدأ يحدث الناس عن الديمقراطية وعن التكنولوجيا في السبعينات، الحمدي الذي لم يعرف الناس الذي ذهب الناس كلهم لكي يؤمنوا عن حياتهم وعن سيارتهم، لم يحصل هذا تقريبا إلا في عهد الحمدي. الحمدي الذي أتى بالكهرباء، أتى بالماء، أتى بالمطارات، أتى بكل منجز موجود في الساحة اليمنية إلى حد الآن هو تقريبا من عهد إبراهيم الحمدي. يجب اليمنيون أن يعرفوا هذا، يجب اليمنيون أن يفهموا أن كل الطرق التي شقت في اليمن هي من عهد إبراهيم الحمدي، أن كل المشروعات العملاقة مثل سد مارب، مثل الشركات اليمنية، مثل المنجزات الحضارية، مثل التخطيط المدني والحضري الذي بدأ يبزغ في اليمن كان في عهد إبراهيم الحمدي. لكن للأسف هناك من تآمر على هذا المشروع، هناك من أغتاله ونزل. نعم، سنتحدث عن هذه الفكرة أستاذ ماهر، ولكن قبل ذلك يعني نحن نعلم جيدا أن يعني السنة أو السنوات التي تولى فيها الحمدي هي سنوات قليلة، لم تكتمل الثلاث سنوات، يعني ربما عامين ونصف فقط، ولكن كيف استطاع الحمدي أن يؤسس لكل هذه المشاريع في خلال هذه الفترة الوجيزة؟ ربما هي تقريبا 40 شهر وأسبوعان هي فترة بقاء الحمدي في السلطة. كيف استطاع؟ هذا سؤال مهم. هناك الرجل كان يحمل مشروع وكان صادق، كان ينتمي إلى هذه البلاد، كان يحب هذه البلاد، كان مؤمن ومدرك لعظمة الشخصية اليمني. عندما أجاب فكرة التعاونيات، هذه الفكرة العظيمة التي حولت كل مواطن يمني إلى يد عاملة ضمن مشروع يمني كبير، أنجزت العديد من المشاريع، تحولت اليمن بشبانها بطلابها بشيوخها إلى عمال في إطار مشروع نهضوي كبير. يعني عندما يوجد الانتماء لهذا البلد، عندما يحب الرئيس، يحب البلد، يحب أبنائه، ينتمي لهم، يعبر عنهم، لا شك بأنه سيستطيع أن يفعل المزيد. ربما المحكمة المفارقة هي بين ما فعله المخلوع خلال 33 عاما وما فعله الحمدي في 40 شهر. حجم المفارقة مأهول، يعني ماذا حقق هذا الرجل سوى تجريف للدولة، سوى ربما انشغل المخلوع أيضا بهاجس الحمدي، ظلت طيلة 33 عام يريد طمس مآثر الحمدي ومشروعات الحمدي وحب الناس في الحمدي، لكنه فشل بعد أن اغتال الحمدي، وربما كان له يد كبيرة وهذا أكيد يعني في اغتيال الحمدي، فشل في اغتيال الحمدي إلى أن اغتيل هو بحقده وتآمره على اليمن. إذن يعني لو تحدثنا عن المستفيدين من قتل الحمدي، يعني هذه الثورة التي تحدثت عنها وهذه المنجزات والتأسيس الحقيقي لمشروع دولة حقيقية، من الذي يمكن أن يغيظه مثل هذا الأمر؟ ربما لنا المستفيد بالدرجة الأولى هو الإقليم، بالتحديد هي المملكة العربية السعودية التي ربما في البداية كانت من الداعمين للحمدي. نعم. كانت تتوقع أن الحمدي سيأتي لكي يبقي على حالة الانقسام وحالة التجريف التي كانت تتعرض لها اليمن بأن الرئيس عبد الرحمن الإرياني. كانت اليمن مشلولة تماما، كانت اليمن منقسمة وربما حالها كان يشبه حال اللحظة الراهنة. عندما جاء الحمدي لم يكن لصا كما عبر أحدهم، قال لم يكن لصا فهذا أغضب السعودية، أراد الاستقلال بالقرار الوطني فهذا أغضب السعودية. ثم كان له مشروع كبير تمثل في دعوة الدول المطلة على البحر الأحمر التي استبعد منها السعودية، ربما هذا أغضبها كثيرا. السعودية لم تكن ولا تزال وستظل أيضا لا تريد جوار يمني قوي
ومزدهر، ربما تريد يمن ممزق مشتت تحكم فيه بالعصا، ولهذا تآمرت عليه بيد أبناء الداخل للأسف الذين غدروا بالحمدي ربما لمصالح شخصية قذرة، لكنهم سقطوا وظل الحمدي شامخا وحاضرا وسيظل ما أشبه البارحة باللحظة هكذا يقال، وما أحوجنا في اللحظة الراهنة ربما لحمدي جديد يجي أو يأتي لكي ينتشلنا من هذا هذا يعني التمزق. ربما يعني تتحدث عن تلك الفترة مزيج من الحسرة والندم والأمل أيضا، يعني لو أخذنا هذه المفردة أنه طالما وجد رجل مخلص استطاع أن ينتشل اليمن ما كانت فيه وأن يؤسس شيء، هل بأمل جديد يعني لمخلص جديد كما يقال، هل يمكن أن إذا أحب الوطن بإخلاص يشابه إخلاص الحمدي أن يصنع المعجزات كما فعل؟ ربما يعني تغيرت ترتيبات الناس وبعض المفاهيم من السبعينيات إلى الآن، لكني أنا شخصيا لازلت أؤمن بأن فكرة المخلص ربما هي الفكرة المطلوبة في هذه اللحظة. تقريبا ما كان يعيشه اليمن في السبعينيات هو ما يشبه اللحظة، نحن نعيش حالة انكشاف مريع، نحن نعيش حالة تجريف للهوية للدولة، نحن في طور التشظي والتمزق، نحن نهدد في كياننا في عمق كياننا، اليمن مهدد بالتشظي وبالتمزق. بالتالي في ظل واقع هو في ظل الناس فقدت إيمانها بالنخبة الحالية، فقدت إيمانها بالنخبة السياسية، حتى المؤدلجين أو أبناء الأحزاب أيضا فقدوا ثقتهم بالأحزاب. في هذه اللحظة هي مرت في تاريخ شعوب كثيرة، ولو تتبعنا تاريخ الشعوب لوجدنا أن هذه اللحظة هي اللحظة التي تلد رجل وطني يأتي لكي يخلص الشعوب من حالة التمزق. هذه اللحظة هي اللحظة التي ستلد إبراهيم الحمدي الجديد، هكذا نأمل وهكذا ندعي وهذا ما ننتظره. نعم، إذن يعني أنت تطرقت لبعض النقاط التي ربما أثارت حفيظة السعودية من الحمدي أنذاك، هل تعتقد أن سياسة المملكة تجاه اليمن تغيرت يعني منذ ذلك الوقت أم أنها هي نفسها محاولة فرض الوصاية على اليمن؟ مع الأسف لم تتغير. في 2015 عندما بدأت عاصفة الحزم كان الكثير يعتقد بأن المملكة العربية السعودية ربما ستراجع حساباتها وأنها ستكفر عن أخطائها التاريخية بالوقوف أمام أي مشروع عربي يتخلق. سعودية التي وقفت أمام المشروع العربي في الخمسينيات وفي الستينيات ووقفت أمام مشروع الحمدي، لا زالت هي السعودية اليوم. لا يعني ربما هذه من المفارقة التي أثبتت أن السعودية ربما لم تراجع أخطائها، لا زالت ترى نفسها على حساب الجوار ولا حساب تفكك وتمزق هذه الأمة. لا أريد أن أشيطن السعودية، لكن هذه هي الحقيقة فعلا. أنا لا أريد أن أظهر وكأننا أوجه خطاب ضد السعودية، لكن الحقيقة والشواهد تقول أن المملكة العربية السعودية لا زالت بذات العقلية التي كانت في الستينات، لا زالت بذات العقلية التي وقفت في مشروع جمال عبد الناصر، لا زالت بذات العقلية التي وقفت في مشروع إبراهيم الحمدي، لا زالت أمام تخلق أي مشروع عربي يمكن أن يضمن لهذه الأمة الحضور التاريخي والحضاري الذي يضعها في مصاف الدول المتقدمة. نعم، إذا سمحت أستاذ ماهر أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ فهمي محمد، عفوا عبر الأقمار الاصطناعية، وهو رئيس دائرة الفكر والثقافة بالحزب الاشتراكي بتعز. من هناك مساء الخير أستاذ فهمي. مساء النور أستاذ آسيا. أهلا بك أستاذ فهمي. ما الذي يمكن أن نقوله في ذكرى رحيل الرئيس الذي أحبه كل اليمنيين والذين يرثونه حتى اليوم، الرئيس إبراهيم الحمدي؟ مساءك سعيدا أستاذ آسيا وجميع المشاهدين. في ذكرى اليوم وفي غياب رئيسا وقام شامخة بحجم الرئيس الحمدي، أعتقد أن اليمن خسرت مشروع، ليس شخص بحد ذاته، بل خسرت مشروع سياسي، مشروع تنموي، مشروع تنويري في هذه البلاد. الحمدي لم يكن مجرد رئيس فقط، بل كان مجرد مشروع انتقالي من مرحلة إلى مرحلة أخرى،
يحمل في طيته الكثير من المعطيات والكثير من التحديث والكثير من الإنجازات التي ذكرها ضيفنا العزيز في سابقا. فما يميز الحمدي أنه توجه بشكل جدي لنقل المعادلة في اليمن من معادلة سلطة إلى معادلة دولة. غياب الحمدي هو غياب لمشروع كما قلنا، ويوم حزين عندما غادر الحمدي هذه البلاد. نعم نعم. إذن يعني برأيك لما قتل الحمدي؟ يعني هل بسبب المشروع الذي كان يحمله؟ بلا شك الحمدي لم يقتل لشخصه، يعني الحمدي قتل لأنه كان يحمل مشروع تحديث في دولة ما زالت قائمة على العصبية القبلية، ما زالت قائمة على النفوذ المشايخي والنفوذ العسكري. فالحمدي عندما استهدف وعندما قتل أو عندما تم التخطيط لاغتياله لكونه يحمل مشروع انتقال في هذه البلاد، أتى في لحظة معينة وفي ظرف تاريخي معين، وكان وجوده بعبارة عن فلتة لم تتكرر يعني للآن. وبالتالي هذه دائما طبيعة القوى المحيطة في البلاد، كلما صنع اليمنيون فرصة تاريخية للخروج من مأزقهم السياسي والخروج من مأزقهم الاقتصادي، تتكالب هذه القوى وتخطط لضرب الفرصة التاريخية عبر محطة معينة، يعني في 26 سبتمبر، ثم في انقلاب 5 نوفمبر، ثم في ثورة التصريح للحمدي، ثم بعد ذلك في وحدة اليمنية، ثم بعد ذلك في ثورة الشباب. كل القوى العصبية، القوى المعادية للمستقبل، القوى المتخلفة تتجمع وتحشد قواها في لحظات معينة، يكون اليمنيين قد ضحوا وقد نضلوا من أجل صنع فرصة تاريخية للانتقال في حياتهم إلى المستقبل المنتظر، فتتجمع هذه القوى لتضرب المشروع وتضرب الفرصة التاريخية، وهكذا دواليك يعني. نعم. إذن سأعود إليك أستاذ فهمي. أستاذ ماهر، يعني لو تحدثنا عن ملف المطربين وعملنا مقاربة بسيطة، يعني كيف رفع إبراهيم الحمدي من قيمة المطربين العاملين في دول الخليج، ويعني للأسف الشديد ما صنعه نظام صالح وهادي فيما بعد، يعني عن تقزيم قيمة اليمني المطرب هناك؟ الحمدي هو رفع من شأن كل مواطن يمني سواء في الداخل أو في الخارج، لم يكن يريد لليمني أن يشعر بإهانة أو أن يشعر حتى في اغتراب في الداخل. وبالتالي عندما من القصص التي تذكر في الحمدي في هذا الشأن، عندما اتخذت السعودية قرارات مماثلة أعتقد لما اتخذ الآن، كان لابد للسعودية مثل ما قال الحمدي أن تستثني اليمنيين. ذهب الرئيس الحمدي بطائرة خاصة دون إذن مسبق أو دون حتى أن يعرف الملك السعودي والأمراء السعوديين، لم يعرفوا بقدوم الحمدي إلا وطائرته تطلب الهبوط في مطار جدة أو في مطار الرياض لا أتذكر بالتحديد. المهم وصل الحمدي ثم لم يسلم أو لم يتكلم أو لم يقال هكذا إلا بعد أن تم أن أخذ الوعد باستثناء اليمنيين من الرسوم التي فرضت عليهم بالسعودية. يعني اليمني لم يعش لحظة العزة ولحظة الكرامة والأنفة سواء في الداخل أو في الخارج إلا في عهد الحمدي. يقال بأن العامل اليمني في المملكة العربية السعودية عندما كان يراد أن يبتز أو يتعرض للأذى كان يقول سأعود إلى 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 صنعاء، سأعود إلى اليمن، سأعود إلى عند الرئيس الحمدي وهناك سأجد العمل. أيضا فرص العمل كانت موجودة، كانت اليمن هي أشبه بورشة عمل في كل المدن، يعني في على ربوع اليمن الشمالي آنذاك. نعم. إذن عند هذه النقطة أستاذ فهمي، يعني ما هو تعليقك على يعني هذه المفارقة التي ربما الآن اليمنيون يتذكرونها، خاصة بعد ما حدث لهم من يعني عدم استثنائهم رغم الوضع السيء الذي تمر به البلاد، ومشاركة أيضا التحالف برئاسة السعودية، ومع ذلك تمضي عليهم القرارات بعكس ما حدث في فترة الحمدي؟ ممكن أستاذ أسيا إعادة صياغة السؤال؟
نعم، يعني لو تحدثنا عن مفارقة بسيطة أستاذ فهمي، تسمعني الآن واضح؟ نعم. نعم، لو تحدثنا عن هذه المفارقة حول العامل اليمني الذي وجد ربما من ينتصر له أيام الحمدي ويستثني من قرارات كثيرة ويعامل معاملة السعودي تقريبا، يعني كان اليمني يدخل بالجواز، الآن تفرض الكثير من القرارات ولا يتمكن هذه الذي يعني يجلس في السعودية ولا من قبل حتى صالح بمفاوضة بسيطة لأجل هذا الشعب، خاصة في ظل ما تمر به البلاد. بلا شك عندما توجد قيادة سياسية تمتلك مشروع وطني وتشتغل عليه في الواقع، ذلك ينعكس على مستوى الحياة بشكل عام. يعني الحمدي كما قلنا بأنه كان يمتلك مشروع وطني، يمتلك مشروع دولة، استطاع أن ينقل المجتمع بشكل عام من حالة إلى حالة أخرى مقارنة مثلا في الرئيس السابق الإرياني، فهذا انعكس على مسار على مستوى على كل النواحي. وبالتالي ما يميز الحمدي بأنه وجد قواعد الدولة أو وجد سلطة تكاد تكون دولة، هذا انعكس على المستوى الخارجي للمواطن اليمني، وبالتالي تحول المواطن اليمني إلى مغترب لكن له كرامته، له حقوقه كغيره من المغتربين في الدول الأخرى التي تحترم رعاياها ومواطنيها. فهذا ما حصل أيام الحمدي. بعد ذلك تم انتكاس وخطوات إلى الوراء يعني في كل المناحي، أصبحت السلطة عبارة عن سلطة يعني تبحث عن التوريث، تبحث عن انتقال السلطة واحتكارها، وبالتالي ضروري ما ترتهن إلى الخارج لعوامل أخرى، تقدم تنازلات. ينعكس هذا أيضا على مستوى الأداء على مستوى الداخلي وعلى مستوى المواطنين وعلى مخرجات الدولة بشكل عام، مغتربين وغير مغتربين. يعني أنا أعتقد أنه ليس المغترب اليمني الذي يهان في دول الاغتراب، المواطن في الداخل أصلا يهان يوميا، وهذا كله نتيجة عدم وجود دولة حاضنة، دولة ضامنة، دولة تعمل على تطوير الإنسان وتنمية المجتمع، وينعكس بعد ذلك هذا على كل مناحي الحياة. يعني فالمفارقة مفارقة شاسعة بين الحمدي الذي صنع في فترة صغيرة وفترة موجزة، لكنه حدث تحولات كبيرة على مستوى العمل السياسي، على مستوى العمل الاقتصادي، على مستوى الشعور بالانتماء والفخر اليمن للمواطن اليمني، عكس ما نشعر به الآن. يعني أنت تلاحظين أستاذة آسيا بأنه المواطن اليمني يعيش حالة من الفقر، حالة من المعاناة الآن نتيجة الحرب نتيجة كل حاجة، ومع ذلك يتم مضاعفة المشكلة في اليمن بطرد المغتربين، بإخراجهم من دول من مثلا من دول الخليج، وكأنه هناك يعني شيء غير مقبول عقلا ومنطقا أصلا. إذن سأعود إليك أستاذ فهمي. أستاذ ماهر، ونحن نتحدث عن سياسة المملكة تجاه اليمن وربما معارضة الحمدي آنذاك لكثير من السياسات، ويعني الكثير من المتابعين والمحللين يجدون أنه ارتكب في حق السعودية كما يقال مجموعة من الأخطاء كما ذكرت أيضا أنت وكما قرأنا، يعني أنه كان نزيها ولم يكن سارقا، لم يكن تابعا للسعودية، وأيضا مسألة موضوع الجنوب. هل يدرك هذه مدى يعني قلق السعودية من أي شخصية قد تسحب البساط من تحت أيديهم، فخشية أن يتم التخلص منه سلم لهم القرار يعني والبلد كما هي؟ يعني 4 سنوات من التدخل السعودي والوضع للأسف كل عام يأتي بالأسوأ. بالتأكيد النخبة اليمنية تدرك هذا المسألة، هي ربما أتت من اليمن لم تأتي من خارج اليمن، ربما هم قرأوا أو عرفوا باعتبارهم نخب سياسية عن العلاقة اليمنية السعودية المضطربة من 1934 وحتى الآن، لكنهم مع هذا سلموا البلاد الجمل بما حمل كما يقال للمملكة العربية السعودية. الآن النخبة لم تعد بيدها شيء، إذا ما أردنا المكاشفة والحديث بشكل جدي، لم يعد بيد اليمنيين من أمر اليمن شيء، كل من يحكم اليمن الآن هم ضباط سعوديين وإماراتيين، ربما ذهبوا الخليجيين
هذه الدول الحديثة والطارئة ذهبت لتقاسم اليمن بلد الحضارة والتاريخ، ربما تخطط أيضا لمشروع مستقبل يمني عكس ما خرج من أجله اليمنيون في 2011، وعكس ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار، وعكس ما أقرته المبادرة الخليجية التي صاغوها هم أنفسهم. بالتالي نحن في حالة انكشاف وطني، في حالة تهديد حقيقي للكيان اليمني، للدولة اليمنية. بينما هذا الانقسام الحاصل، يعني أنا شخصيا لا أعول على النخب الموجودة في الرياض. لو أرادت النخب هذه أن تعيد شيئا من الكبرياء لليمن، عليها أن تذهب إلى عدن أو أن تذهب إلى تعزو أو إلى المناطق المحررة. عليهم أن يصارحوا الشعب بالذي يحصل الآن. العملة تنهار، المملكة العربية السعودية تطرد اليمنيين، البلد يتشظى، هناك مشاريع صغيرة، هناك فئات طارئة، هناك أحزمة أمنية، هناك نخب تابعة للإمارات، هناك حالة تشظي، هناك حالة تمزق. بينما السعودية التي أتت لدعم الشرعية ضد الانقلاب واستعادة الشرعية هي من تشرف وربما وتدير هذا، أو على الأقل لنقول برضاها التام يعني. واليمنيون صامتون، نحن أمام نخبة صماء بكماء لا يفقهون شيء ربما، أو ربما أنهم فقدوا حسهم الوطني أو فقدوا انتمائهم لهذا البلد. لم نجد مسؤول يمني يخرج ليصارح الشعب يقول بالذي يحصل، إلى أين نحن ذاهبون. ربما لعل هذه المناسبة اليوم تعيد لهم نوعا من الكبرياء، لعلهم يذكرون أن كان رئيسا اسمه الحمدي، وأننا كنا شعب لم نكن نملك المقاومات التي نملكها الآن. يعني وماذا استطعنا أن نؤسس دولة. نعم، إذا عدت إليك أستاذ فهمي ونتحدث عن بعض النقاط التي ربما أثارت حفيظة السعودية تجاه الحمدي. نقطة انفتاحه على الجنوب آنذاك، قيل بأنها ربما كانت غفرانا، يعني ذنبا لا يغتفر بالنسبة للسعودية، وكانت أحد الأسباب التي أدت إلى أن يتم الإطاحة بالحمدي. في ظل ما يحدث الآن من تشظي للبلد ودعم لكيانات صغيرة، وأيضا محاولة الانقسام والانقلاب أيضا برعاية خارجية، كيف يمكن قراءة الوضع؟ أول قراءة المشهد الآن أنه ما نعيشه الآن هو وضع أكثر كارثية يعني مما سبق. سابقا كنا نعيش حالة من الشعور النفسي كمواطنين في الوحدة وفي الانتماء ليمن واحد ولمشروع واحد، بغض النظر عن الانقسام السياسي الذي كان يعيشه الوطن اليمني يعني في الشمال وفي الجنوب، لكن كانت هناك وحدة نفسية لدى المواطن بشكل عام، وكانت المحيط الإقليمي أو الدول المجاورة بشكل عام تشتغل على أساس استقطاب في على المستوى الرئيسي يعني على مستوى العمل السياسي. لكن الآن المشكلة تتضاعف، لأن هناك طيلة الفترة السابقة وطيلة المرحلة السابقة حصلت إخفاقات قوية أدت إلى انقسام على المستوى الاجتماعي يعني، وبالتالي العمل الآن والارتباطات بالأجندات الخارجية أصبح مفتوحا على مصراعيه، وأصبحت الأجندات تشتغل بشكل أكثر خطورة، لأن هناك واقعا اجتماعيا وواقعا سياسيا يعني قابل لمثل هذه الأعمال، بحكم أنه هناك دولة سقطت، هناك حرب قائم يعتمد على بالأساس على تحالفات وعلى سلاح وعلى دعم خارجي أصلا وليس من الداخل، وبالتالي بلا شك هناك توجهات وهناك أجندة للداعمين ليمرروا مشاريع يعني يلامسها الكثير من الناس. وبالتالي أنا أعتقد بأنه المفارقة تقول بأنه نحن الآن في وضع أشد كارثيا وأشد خطورة، وبالتالي يجب أن يتم إعادة صياغة المشهد السياسي الآن وإعادة صياغة العلاقة مع التحالف مع الداعمين بناء على مشروع وطني وعلى قاعدة وطنية يعني. الناس يجب أن يتفقوا، يجب أن يخرجوا من هذا التيهان ومن هذه الفوضى اللي نعيش يعني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ فهمي محمد، رئيس دائرة الفكر والثقافة بالحزب الاشتراكي بتعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك.
عودة إليك أستاذ ماهر. أستاذ ماهر، يعني كثير من المشاريع الاستراتيجية التي تحدثت عنها ربما في بداية الحلقة، يعني حدثنا كبار السن أنها من مشاريع الحمدي. نتذكر نحن حديقة السبعين وحديقة الثورة أيضا من منجزات الحمدي، الحدائق والأشجار المزينة بها شوارع صنعاء في كلية الآداب وفي الجامعة القديمة أيضا منذ الحمدي، البنوك وغيرها من المشاريع. كيف يعني ظل مروجو الأكاذيب لصالح خلال 33 سنة بأنه قام بالكثير من المشاريع رغم أن أسسها كانت من الحمدي، يعني حتى على مستوى سرقة منجزات الآخرين، كيف يمكن التحدث عن هذا؟ دعيني في البداية أوضح لك هذه المفارقة بين ما كان صالح ونخبته يريدون إسقاط الحمدي من الذاكرة، من ذاكرة الجماهير. كانت الجماهير وكانوا اليمنيون قد جعلوا من الحمدي أشبه برمز للتاريخ. لو سألت أي يمني متى ولد سيقول لك في عهد الحمدي، لو سألت أي يمني متى حدث هذا ربما تحول بعد الحمدي تحول إلى تقويم. هذا ما أردت أن أقوله، تحول إلى تقويم اليمنيين بنوه على الحمدي، على فترة الحمدي، ما قبل الحمدي وما بعد الحمدي. هذا على هذا الأساس تعامل اليمنيون. ربما هذا بالنسبة للجماهير، بالنسبة للمثقفين والنخب، وبالنسبة للنخب صالحة التي أرادت أن تكذب على الحمدي، هي يدرك أن مشاريع الكهرباء، أن كهرباء صافر ورأس عيسى والمخا من أسسه هو الحمدي، أن طريق صنعاء تعز من سفلته هو الحمدي، أن أول من ربط صنعاء الحديدة أيضا، أيوة، أن من ربط شطري اليمن سابقا هو الحمدي، أن من وقع أول اتفاقية وثيقة وحدة هي كانت بين الرئيس إبراهيم الحمدي والشهيد الرئيس سالم ربيع علي، ونصت أيضا على توحيد التعليم بين المدارس. ربما يدرك اليمنيين أن معظم ما أنجز هو أنجز في هذه الفترة القصيرة التي لم تتعدى 3 أو 4 سنوات. يعني هذا يثبت مدى انتماء الرجل وولائه لليمن، يثبت مدى حبه وعشقه لابناء اليمن، يثبت مدى توقه لكي يقود اليمنيين نحو مستقبل أفضل. لكن هذا الرجل يعني خذلته ربما مثاليته أكثر، ثم خذله اليمنيون وتآمرت عليه مراكز القوى والنفوذ التي ساهمت ونفذت مخطط الإقليم في اغتياله. سيتذكر اليمنيون وسيظلوا يتذكرون الحمدي بألم وبحسرة وبندم حتى يأتي حمدي آخر. نعم، إذا ينضم معنا أيضا في هذه الحلقة الكاتب مصطفى راجح من صنعاء عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور أختي العزيزة. أهلا بك أستاذ مصطفى. ما الذي يمكن أن نقوله في ذكرى رحيل الحمدي، هذا الرئيس الذي يعني أحبه اليمنيون وأخلصوا له بذكراه دائما؟ أولا نقول أن الطريقة التي اغتيل فيها الحمدي كانت يعني الخطة التي اغتيل بها كانت طابعا أو أساسا لمرحلة كاملة لنظام كامل لم يستطع أن ينفلت من الأساس الذي تأسس عليه، وأصبحت المرحلة اللاحقة كاملة مطبوعة بهذا الطابع، ودفع اليمنيون ثمنها غاليا. وهذا الأساس الذي يعرفه اليمنيون جميعا الآن أثبت أن أي نظام يتأسس في بدايته من هذا الفعل الغادر لا يستطيع أن يصل إلى مكان آخر في الطريق الذي حدده هذا الأساس. الأمر الآخر طبعا يعني في التأمل في فترة الحمدي وقياده نحتاج طبعا إلى أن ننظر إلى نقطة مهمة وأساسية، وهي أن اليمن طبعا كانت دائما بلد يعني هناك تقريبا هيمنة كاملة من الخارج، أو تحديد لطبيعة من يحكم، أو تحديد أو في الأخير طبعا سيطرة على من يحكم اليمن. الحمدي أقدم تقريبا على مغامرة كبيرة جدا، يعني أن ينفلت من هذه الهيمنة الخارجية طبعا، لأن اليمن الشمالي كانت محسوبة بالطبع على المحور الغربي بينما اليمن الجنوبي على المحور الآخر. الحقيقة أن الرئيسان الحمدي وسالم ربيع أقدما تقريبا على نقول مغامرة، أو مغامرة طبعا في ظل حرب باردة أو في ظل نظام عالمي لا يقبل بالخروج وبالذات في منطقة خطيرة بجوار الخليج.
الحمدي كان ضائقا بالقبيله وراها السعوديه، كان مرضي علي بن السلوخ ضائقا بالايديوب وراها الاتحاد السوفيتي، فكان المسار هذا مسارا خطرا وتعلمت عليهم هذه القوى، وفي الاخير دفع ثمن صالح او تقريبا اتخذ قرار دولي بتصفيتهما. يعني الان نعود الى هذه الذكرى، اذا الواقع اثبت انه المسار الخاطئ يؤدي الى نتائج خاطئه هي كما نراها الان. يعني طبعا الحمدي كانت نقطه اساسيه في مرحلته هي وضوح هويته في التاريخ، في تاريخ التاريخ السياسي للشعوب لا يوجد رئيس استطاع ان يظهر هويته بهذه السرعه الخافته، 3 سنوات لا تكفي لان يقعد رئيس على كرسي الرئاسه، فلذلك هذه الفتره القصيره كانت من المميزات التي تميز شخصيه الحمدي، انه استطاع ان يوصل هويته وانتماءه للشعب لفتره قصيره وخافته، يعني لا يستطيع احد، المساله ليست تكهنات وليست مساله انحيازات لشخص الحمدي، ولكن اثبت في ال3 سنوات هذه انه كان منتميا للشعب ضد كل مراكز القوى، ضد الهيمنه الخارجيه، منتميا لكل ما هو وطني لكل ما هو شعبي، وهو وطني اساسا. نعم، كيف خلال هذه ال3 سنوات فقط استاذ مصطفى ان تميز الحمدي عن غيره ورسخ في ذاكره اليمنيين بهذا الشكل؟ يعني 3 سنوات استطاع ان يحفر اسمه بماء من ذهب كما يقال يعني في ذاكره اليمنيين. طبعا بالضبط 3 سنوات كما نقول ليست يعني فتره كافيه لكي يحكم في الظروف الطبيعيه والعاديه، لكن بالنسبه للرئيس كان تقريبا كان الامر الانتماء الوطني بالنسبه له محسوما، حتى اقترابه وابتعاده من الاحزاب لم يكن انتماء، هو اقترب من جميع الاحزاب يعني سواء قبل رئاسته او بعدها لكي يترك النظم، حتى عبد الناصر اقترب من أقسم حتى اليمين عند الإخوان المسلمين، ولكن هذا الاقتراب والابتعاد هو لقياس القوى الوطنية التي يمكن أن تشاركه في توجهات معينة، والحقيقة حتى أن هذه القوى الحزبية ربما خذلت بالذات تحديدا القوى اليسارية والقومية، لأنه كان التوجهات قائمة في تلك الفترة ولم يكن من لم تكن هذه القوى مهيئة للثقة برئيس في بلد يعني في اليمن الشمالي، وهو لم يكن الامر واضحا بهذا الشكل الذي اتضح لاحقا، ف يعني هكذا تنظر الامور. اذا هل يعني هناك من يرى ان سبب نكبه اليمنيين هي انها محاطه بدول لا تريد لها استقلال القرار، و يعني ان هناك اسباب داخليه ايضا ادت الى ما ادى اليه الوضع حتى اليوم؟ بالنسبه للتحالف الجانب الخارجي الحمدي لم يكن يغفلهم من البدايه، الحمدي كان قريبا من السعوديه تقريبا اكثر من الشيخ عبد الله الاحمر مثلا. وكان قريبا حتى من الملك فيصل، لكن في وهذه علاقات مشروعه ان يقام تحالفات، ولكن هناك يعني اصطدم لاحقا بهيمنه او بتوجهات محدده، وخصوصا ان علاقته بالملك السعودي كانت تقريبا وثيقه، وقتل كما هو معروف الملك فيصل في 1965، ف مع ذلك ليس هذا السبب الاساسي في التحول السعودي، وانما الخطوات التي اظهرها الحمدي بالتوجه نحو الجنوب وهو خط احمر، التوجه يعني نحو كانت التعبئه في ذلك في تلك الفتره قائمه على الشيوعيين ومحاربه المد الشيوعي وما ذلك، فلكن التوجه الذي ذهب اليه الحمدي بالالتقاء توجهاته بسالم ربيع علي كان في الحقيقه انفلاتا من النظامين، وكان حتى لو لم يغتال في ذلك اليوم ولم يغتال ايضا بعده سالم ربيع علي كانت يواجهها كما ان مختلفه ربما في نهايه المطاف كانها محسومه لان يعني او نسبه كبيره جدا، لان الحمدي عندما قرر الانفلات من الحلف المجاهد الخليجي السعودي الامريكي الغربي عموما كان تقريبا كانت مغامره واضحه المعالم لانه لا يمتلك اي حليف خارجي، هذه المغامرة لا يقدم عليها إلا رجل امتلأت ثقته بالشعب أو بالانتماء للشعب بشكل جعله يعني تقريبا يعني لا يرى أي موازين قوى
إقليمية ودولية في هذا الموضوع. نعم، هل تجد أن انحراف المسار قليلا يعني في فترة الحمدي أنه ذهب إلى الجنوب كان أحد الأسباب القوية التي أدت إلى يعني التآمر على الحمدي ومشروعه آنذاك؟ أنا بتقديري أن التقارب أو تسريع التقارب بين الحمدي الشمال والجنوب آنذاك كان رغم أنهما طبعا لديهما القناعات الكافية ولديهما المدربات الوطنية الكافية، ولكنه كان أيضا تسريع للهروب لأن هناك تضييق كبير من مراكز القوى القبلية في صنعاء وخلفها الحليف أو خلفها الجانب السعودي على الحمدي، وفي تضييق أيضا مماثل ولكن أقل حدة في الجنوب على شخصية كارثية مثل سارم الربيع علي، يعني وهو كان من النوع الغير قابل للاندراج في المسار الايديولوجي الكامل الذي يحدد التوجه بشكل كامل كانه بالمسطره والقلم. ولذلك كان اذا ما قرانا المساله بتعمق كان هناك رئيسان يعني عندهما احساس بفقد الجانب الخارجي، جانب الحرب البارده التي تضغط طبعا مع الفارق الكبير بين مشروع ذو طابع وطني في الجنوب ومشروع ذو طابع يعني مناقب بالثوره من يوم 5 نوفمبر 67 من يوم الانقلاب 5 نوفمبر وصعود القوى مراكز القوى القبليه التي تريد ان تبحث عن رجل ضعيف لكي تحكم من خلفه، وبحثت اولا عن قاضي تقليدي مثل عبد الرحمن العرياني، ثم قررت ان هناك يعني قاضي اقل شهره واقل ربما خبره ربما ان تتمكن من الحكم خلفه، ولكنه كان من الحنكه ومن الحيويه يعني كقوه قاعده قوه ضباط الجيش وقوة طبعا كان لديه هذا الامتناعات العديده التي مكنته من ان يدير بالاضافه الى البعد الوطني والبعد في العلاقات مع بقيه القوى الوطنيه التي كانت انذاك طبعا تحت الارض وفي المرحله السريه. فالتحالف انا ارى ان التحالف بينه وبين الرئيس الجنوبي علي كان اشبه الهروب من ضغط كبير جدا، ضغط على رئيسان قررا ان ينتمي لليمن ولا ينتمي الى محاور الحرب البارده. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الكاتب مصطفى راجح، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عوده اخيره لك استاذ ماهر. استاذ ماهر، يعني نحن نتذكر جيدا قبل 2011 انه لم يحتفى رسميا بذكرى الحمدي، لا بتوليه ولا بمقتله ولا باي شيء يذكر عنه، يعني لم نجد شارعا يسمى باسمه، لم نجد معلما وطنيا يسمى باسمه، وربما هذه كانت محاولة لطمس ذكرى الحمدي من ذاكرة اليمنيين. ولكن بعد 2011 وبالتحديد في 2011 حين رفعت صور الحمدي بتلك الغزارة، وربما كانت هذه أحد الأشياء التي أثارت حفيظة صالح آنذاك، بدأ اليمنيون يحتفون عمليا على صفحات الفيسبوك ويستذكرونه ويسترجعون أيضا تاريخه الذي لم ينتسى منه. ما القيمة الحقيقية وراء إحياء هؤلاء الرموز في ظل طمس وجودهم في فترة صالح؟ أولا صالح كان كما قلت لك مأزوم بشخصية الحمدي، ولم يحاول فقط يعني طمس ملامح الحمدي، حتى الأشجار التي زرعها الحمدي في يوم الشجرة التي اتخذها مناسبة وطنية في اليمن ربما اقتلعها من جميع من المحافظات. في 2011 خرج الناس عندما رفعوا صورة الحمدي بتلقائية، أنا كنت في الساحة وأدرك تماما بأن من رفعوا صورة الحمدي هي رفعت بكل تلقائية، لم ينظم لها أحد، لم يشر عليهم أحد، كأن الناس أرادوا أن يوصلوا رسالة أننا نريد هذا بدل هذا، يعني كانت هي مقارنة مفهومة بهذه البساطة، كان الناس يريدون حمدي ينتمي لهم، ينتمي لطموحاتهم، ينتمي لمستقبلهم، بدلا من نظام قمعي، من نظام صالح الذي جعل اليمن قنبلة موقوتة وأسس لهذا الصراع وهذا التشظي. في 2011 أيضا أول جمعة كانت هي أعتقد جمعة الحمدي، أيضا في 2012 أول مسيرة عفوية خرجت في الحمدي كانت من صنعاء من شارع الدائري وصلت إلى قبر الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. في 2011
عرف الناس من هو الحمدي أكثر، قرأوا عنه أكثر، ربما استذكروا تاريخه أكثر، عرفوا بؤس هذا النظام، وبالتالي عرفوا أنهم انخدعوا لسنين، وأن لابد للحمدي أن يعود من جديد. لابد للحمدي، نحن نقول أيضا لابد للحمدي أن يأتي أن يعود من جديد. لابد للمشروع الحمدي، مشروع التحرر والبناء، مشروع النهضة، مشروع المستقبل، لابد له أن يأتي. نحن في أمس الحاجة للحمدي. الحمدي نأمل هو يعني سيظل الحمدي هو يعني العلامة الفارقة في تاريخ اليمن، سيظل نقطة الضوء في ظلامنا الدامس هذا، سيظل الرجل الذي نحلم به كشعب، والذي لابد لنا من مراجعة تجربته كنخب سياسية. إذن شكراً جزيلاً لك صحفي ماهر أبو المجد، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضاً مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.